الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أبرز وأهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من تدهور محادثات القاهرة بشأن هدنة غزة وتبادل الأسرى والتصريحات الإسرائيلية بشأن عملية كبيرة في رفح رغم المعارضة الأمريكية، إلى العلاقات المتوترة بين تل أبيب وواشنطن بشأن تعليق صفقة الأسلحة. أخيرا نتابع السودان واتهامات لمنظمة أو اتهامات منظمة حقوقية بارتكاب جرائم حرب من قبل الدعم السريع. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. أطراف الاتفاق المتعثر بشأن هدنة غزة تغادر القاهرة مع استمرار النقاط الخلافية. حماس تتمسك بالورقة المصرية وتل أبيب ترفضها. مسؤول إسرائيلي يعلن فشل محادثات التهدئة مع حماس ويؤكد المضي في عملية رفح، والبيت الأبيض يشكك بنتائجها. وهجوم إسرائيلي على بايدن بسبب تعليق شحنات الأسلحة، وزير الدفاع يقول إن تل أبيب لن تخضع، والبيت الأبيض يطمئن. منظمات حقوقية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في دارفور، والأخيرة تبكي وتشكك. السلام عليكم. نزوح متكرر ومشاهد تعيد نفس تفاصيل المعاناة التي يمر بها أهالي قطاع غزة منذ بدء الحرب، من خيمة إلى أخرى ومن معركة جوع إلى طوابير طويلة للحصول على الطعام الشحيح. تستمر عمليات النزوح في رفح، إذ أعلنت الأونروا أن حوالي 80,000 شخص فروا من رفح خلال 3 أيام منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية بحثا عن مكان آخر للجوء إليها، محذرة من أن هذه الخسائر أو خسائر هذه العائلات لا تحتمل ولا يوجد مكان آمن. وفي الأثناء قال سكان إن القوات الإسرائيلية حشدت الدبابات وفتحت النار قرب تجمعات سكنية في رفح، الأمر الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا والجرحى. لدفة لدفة، من منطقة لمنطقة، بنموت والله، إحنا شعب بنموت، شعب ميت، شعب معدوم. أمواصي خان يونس صار عندنا قصف، ضربونا هنا، فيش حدا مدور علينا، برضو خطرة، فيش منطقة مش خطرة، كل المناطق خطرة. وين مكان الضرب؟ تقريبا زي 20 نفر، كل اغراضنا هاي رايحين على خان يونس، منطقة مواصل، فيش منطقة آمنة ولا منطقة آمنة، بضربونا، بضربوا المدنيين. راجعين على المنطقة اللي فيها قصف كان، والله الناس كلها بتنزح منها. خايفين يعني، برفح كلها حيفتحوها اليهود، هيك عندنا معلومات، زينا زي الناس يعني، احنا نعمل بيجي 10 مرات، عدت امبارح من جباليا لا رفح 10 مرات. سيء جدا، ايش نحكي لك، من ناحيه كله، حتى غلاء الاسعار كمان وجزع التجار. لا صعب، ما فيش كل المنطقه هناك انتهت. المواصي من خان يونس لعدي ربلة ما ضلش واسع. رايحين نرجع احنا على المنطقة اللي نزحنا منها، اللي هي منطقة خطرة، لأنه ما فيش مكان. ما فيش مكان، أنت شايف يا أستاذ. فيش حياة، فيش حياة، الخيم صعبة صعبة. أنت شايف نروح نموت تحت القصف ولا نضل هنا؟ أهون عندنا الموت هلقيته من الحياة اللي شفناها. المواصي خان يونس. المواصي خان يونس، هاي للمرة التاسعة نقول احنا راضيين في القصف. والله رايحين قصدين الله. قاسين الله والله. الحرب الإسرائيلية على غزة باتت نهايتها معلقة بالمبادرة التي قدمتها مصر لوقف النار ولتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. وفي التفاصيل تكمن الخلافات التي تحول حتى الآن دون التوصل لاتفاق، فبين الأهداف التي عجزت إسرائيل عن تحقيقها عسكريا ومطالب حماس التي
تحفظ لها مكانا في غزة. تعددت جولات التفاوض دون إحراز تقدم، وعقب مفاوضات جرت لأيام في العاصمة المصرية القاهرة غادرت كل الوفود بما فيها وفد حماس الذي توجه إلى الدوحة لإجراء مشاورات بشأن التعديلات التي أضيفت من قبل الطرفين، فيما قال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن وفد بلاده قدم تحفظاته على ما وصفه بمقترح حماس للوسطاء في القاهرة. أن هذه الجولة من محادثة القاهرة بشأن هدنة غزة وإطلاق سراح الأسرى انتهت. كما أضاف أن تل أبيب ستمضي قدما في عملية رفح وأماكن أخرى في غزة وفق المخطط. كان القيادي في حماس عزة الرش قال إن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف لقطع الطريق على جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ولتبادل الأسرى، كما شدد على تمسك الحركة بموافقتها على الورقة التي قدمها الوسيطان المصري والقطرية. نروح بدنا نروح على الدير. وين بدنا نروح؟ وين؟ من شرقة، من رفح. حسبنا الله عليهم. بدنا نروح ندور على مكان. وين؟ أيوه في منطقة آمنة يا زلمة، وحد الله يا راجل. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل حدث أسامة الكحلوت للمزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري في الميدان الآن. أسامة أهلا بك. إذن أسامة، كما تابعنا في هذه الصور كنت في الجهة التي دفع نحوها النازحون أو دفع الجيش الإسرائيلي النازحين نحوها للجوء جديد أو نزوح جديد. ما الذي رصد في هذه المنطقة؟ ما الذي سمعته من النازحين هناك؟ إن رصدنا خلال جولتنا اليوم في منطقة مواصي رفح أوضاعا مأساوية لسكان مدينة رفح تحديدا. نتحدث على مدينة فيها ما يقارب من 1.5 مليون مواطن ونازح حتى هذه اللحظة. الآن حركة النزوح باتت ليس من الشمال إلى الجنوب، بل من الشرق إلى الغرب داخل المدينة الواحدة، داخل مدينة رفح. هناك عدد كبير من العائلات نزح وهم في المناطق الآمنة وسط مدينة رفح، وذلك بسبب كثافة النيران والاستهدافات الإسرائيلية على المنطقة المحيطة في معبر رفح البري، بسبب كثافة الاستهدافات من الدبابات الإسرائيلية من خلال إطلاق قذائفها على السكان وعلى المنازل المحيطة في منطقة غرب شارع صلاح الدين. عددا من هذه المنازل والعائلات والأسر توجهت إلى منطقة غرب مدينة رفح باعتبارها المنطقة الأقرب لهم واستقروا في هذه المنطقة، ولكن عدد كبير نزح باتجاه منطقة مواصي خان يونس بحثا عن متسع لهم ولعائلاتهم من أجل نصب خيمتهم في هذه المنطقة. خلال تجولنا اليوم في منطقة مواصي رفح يعني شاهدنا عدد كبير من العائلات لم يغادروا منطقة مواصي رفح نظرا لعدم وجود أي أموال تساعدهم وتمكنهم من التنقل إلى منطقة مواصي خان يونس، وعدد آخر من هذه العائلات يعني وصل لمرحلة يعني أن سئم من التنقل لأكثر من 10 مرات وصولا إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وبالتالي فضلوا البقاء في المنطقة الغربية لمدينة رفح إلى حين الإعلان بشكل رسمي أن منطقة مدينة رفح هي منطقة قتال، ويطلب الجيش وقتها من السكان بالمغادرة بشكل رسمي إلى منطقة مواصي خان يونس. لكن ما نلاحظ عمليا هنا في مدينة رفح هو أن الجيش أبلغ سكان المنطقة الشرقية بالإخلاء والخروج عبر منشورات ورقية ألقاها عليهم قبل عدة أيام، ولكن عسكريا وعلى الأرض نشاهد أن كل هذه العمليات تستهدف كل مدينة رفح وكل سكان المدينة. صباح هذا اليوم كان هناك إطلاق قذائف مدفعية باتجاه منطقة وسط مدينة رفح، وبالتالي هذه القذائف سقطت بالقرب من المواطنين وقرب منازلهم، وبالتالي كان هناك حالة نزوح كبيرة باتجاه منطقة مواصي خان يونس. نعم، هذا في حركة النزوح أسامة التي رصدها صباحا. كذلك فيما يتعلق بالمساعدات وبالسلع المتوفرة، كنا تابعنا معك ارتفاع واضح في الأسعار طوال الأسابيع والأشهر الماضية باعتبارها غير متوفرة هذه السلع. هل هناك أي جديد أسامة فيما يتعلق بما هو متوفر من سلع ومن أسعارها؟ يعني نتحدث على ارتفاع مهول في كل أسعار المواد الغذائية وأسعار السولار وأسعار الدخان، كل هذه الأسعار ارتفعت لما يقارب من 100%. نتحدث على المواد الغذائية أيضا هناك فيها ارتفاع في الأسعار، انخفضت هذه الأسعار قليلا قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، ولكن فور اليوم الأول لإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري قفزت هذه الأسعار بشكل ملحوظ، وهي إشارة لاحتكار التجار على هذه السلع
الغذائية، منها المواد الغذائية الأولية، منها السولار. يعني نتحدث على سعر لتر السولار كان بما يقارب من دولارين فقط، ولكن الآن نتحدث على أن سعر يعني اللتر الواحد أكثر من 10 دولارات، بالإضافة إلى مواد غذائية مماثلة. نعم. إلى أسعار يعني أكثر ما يؤلم عدد كبير من سكان قطاع غزة هو ارتفاع أسعار الدخان وكل أنواع التبغ الموجودة في قطاع غزة. نتحدث على يعني كرتونة واحدة من التبغ والدخان وصل سعره لما يقارب 1200 دولار تقريبا، وفي الأيام الطبيعية لا يتجاوز سعرها 300 دولار. ارتفاع كبير في كل الأسعار المواد الغذائية والمواد المطلوبة لسكان قطاع غزة، هذا في ظل شح كل الأموال في أيدي سكان قطاع غزة، خاصة أن غالبيتهم نفذت منهم الأموال منذ بداية الحرب. لم يتوقعوا أن تمتد هذه الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، وبالتالي نفذت أموالهم وجميعهم باتوا يعتمدوا في حياتهم على المساعدات التي يتم منحها إياهم من المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة. حتى نعم. هذه اللحظة الارتفاع متزايد يوما بعد يوم. نعم. والمواد الغذائية موجودة، ولكن لا يوجد أي أموال تمكن العائلات والسكان الفلسطينيين من شراء هذه المواد المطلوبة لهم. نعم أسامة، في سؤال الأخير، ولكن حول تطورات عسكرية، كانت رصدت حشود عسكرية على مشارف رفح، هل لديك أي معلومات حول هذه الحشود العسكرية؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم بري باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، باستثناء يعني أمتار قليلة باتجاه المنطقة الشرقية. الجيش توغل فقط باتجاه منطقة معبر رفح البري انطلاقا من المنطقة الحدودية، لم يتوغل كثيرا في هذه المنطقة، باستثناء أن الجيش يقصف كل المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا، سواء كان من الطائرات أو من الدبابات المتواجدة في المنطقة الشرقية. الفصائل قالت اليوم أنها تخوض اشتباكات ضارية في منطقة شرق مدينة رفح وفي محيط حاجز نتسريم المقام على شارع صلاح الدين. هذه المنطقة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة تشهد اشتباكات ضارية، والجيش يرد بقصف وتدمير كل المنطقة الحدودية شرق رفح، بالإضافة لقصف مدفع عنيف وتوغل إسرائيلي محدود باتجاه منطقة شمال مفترق وحاجز نتسريم باتجاه منطقة حي الزيتون، الذي يتعرض فيه نعم. الآن لقصف مدفع عنيف وهدم لعدد كبير للمنازل في منطقة الشمال من حاجز نتسريم، بالإضافة إلى قصف مدفع أيضا مماثل في المنطقة الجنوبية لحاجز نتسريم باتجاه منطقة المخيم الجديد في مخيم النصرات ومنطقة المغراقة ومنطقة أيضا مدينة الزهراء. شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات من رفح جنوب قطاع غزة، كنت معنا مراسل حدث أسامة الكحلوت، شكرا. ورغم التصريحات نقلت قناة أو رغم التصريحات الإسرائيلية نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر مطلع بأن العمل جار على تذليل النقاط الخلافية، وأضاف المصدر إلى موافقة الفصائل الفلسطينية على تعديل مراحل التوصل لوقف إطلاق النار لتصبح العودة للهدوء المستدام وصولا لوقف إطلاق النار الدائم، وأشار إلى أن هذا البند سيتم تنفيذه خلال مراحل الاتفاق على مدى 135 يوما، وقال أن ذلك يمثل تنازلا عن شرط تنفيذ هذا البند الأول خلال المرحلة الأولى، فيما حذفت إسرائيل جملة وقف إطلاق النار الدائم وأبقت على تعبير وقف إطلاق النار المستدام، ما يتيح لها العودة في أي وقت لعملياتها العسكرية دون التزام. هذا وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في وقت سابق إن هناك مسارا قد يفضي إلى اتفاق، وأن الجانبين قريبان بدرجة كافية بعد أن عدلت حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار، وأن التعديل يمكن أن يؤدي للتغلب على الجمود في المفاوضات. بنأمل من المسكين المفاوضات أو المسكين المسؤولين عن الشعب إنهم يحلوا الوضع، يعني الوضع صار أسوأ من اللازم، يعني إحنا معي فاضت فينا الأمور أكثر من طاقتنا، صارت الوضع يعني صعب كتير، كل المدارس أخلت، يعني تدمر كل الوضع هناك في عند النجمة عند العودة، إخلاء تام، فيش حياة نهائي، البشرية صارت يعني معدومة هناك، فيش لا سوء ولا حياة ولا أكل ولا شرب، الناس صارت مش عارفة وين تروح وين تيجي. الروح غالية برضو، بكف اللي راح من عمرنا، عشنا طفولتنا بحروب وشبابنا قضيناها بحروب، كتير منا من عائلتي استشهدوا، 12 نفر من عائلتي، زينة شباب العيلة راحت،
احنا مش قادرين نصبر، مش قادرين نصمد، مش قادرين نحكي. الواحد لا معاه فلوس ولا معاه امكانيات يروح يتنقل من مكان لمكان من مكان لمكان، برضه هذه بدها ماديه. الماديه انه هلقيتها خلص صفر الماديه صارت. هددوا رفح بعد ما خلصوا عمليتهم من خان يونس ودمروا خان يونس، بدهم يرجعونا على دمار، على حجار، لا بنية تحتية، لا مية، لا كهرباء. شعب يعني ضايع حقه في كل إشي، في كل إشي ضايع حقه. لكن أنا حفاظا على روحي وروحي ولادي بدي أحطهم في منطقة فيها أمان، أحطهم في منطقة فيها أمان. بديش أستنى لمرحلة الصفر إني أخذ ولادي وأشرد، أو إني أفقد حد. بكفي اللي أنا فقدتهم، بكفي اللي أنا فقدتهم، مش مستني أفقد حد عزيز علي تاني. قال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو مرارا وصراحة بمعارضته لعملية رفح، واعتبر أن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف واشنطن وتل أبيب بإلحاق الهزيمة بحركة حماس في غزة. وأضاف أن بلاده تريد مساعدة إسرائيل في استهداف قادة الحركة وفي تشكيل هيكل حكم بديل في القطاع. وشدد جون كيربي على أن اجتياح رفح لن يدعم هدف هزيمة حماس، واعتبر أن كل هذه الخيارات بمثابة بدائل لعملية كبيرة في رفح. كما أوضح أن المحادثات مع إسرائيل بشأن عملية رفح مستمرة. أشير إلى هذه الأخبار العاجلة قبل أن ننتقل إلى ضيوف الكرام بعد قليل، ولكن هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مفاوضات القاهرة انهارت وإن مجلس الحرب سيقرر الليلة ما إذا كان سيواصل هذه المحادثات. إذن إعلان رسمي أو ما ينقل بحسب هيئة البث الإسرائيلية بأن مفاوضات القاهرة بالفعل انهارت الآن، وهناك فجوات غير قابلة للحل في محادثات التهدئة بغزة، وبأن مجلس الحرب اليوم الذي سيجتمع مساء سيقرر البدائل أو الحلول الأخرى. إذن انهيار المفاوضات بحسب الإسرائيليين الآن. من حيفا ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات أو الإعلان الحديث الإسرائيلي عن انهيار التفاوض في القاهرة، ينضم إلينا المحلل السياسي يؤف شتيرن، ومن رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت، ومن القاهرة العاصمة المصرية عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من السيد يؤف شتيرن، والحديث الإسرائيلي الآن الذي ينقل عن هيئة البث الإسرائيلية بأن هذا التفاوض انهار وأن هناك بعض النقاط الخلافية العالقة والتي لا يمكن الوصول إلى حلول بشأنها أو توافق بشأنها، ما النقاط التي أدت إلى انهيار هذا التفاوض بحسب الإسرائيليين بالتأكيد؟ نعم، مساء الخير لك للضيوف الكرام وللمشاهدين. بالفعل هيئة البث الإسرائيلية أبلغت هذا المساء بأن الوفد الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل، وأنه سيتم مناقشة ما حدث أو ما كان على جدول الأعمال في المباحثات في القاهرة الآن في مجلس الحرب لاتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للمستقبل. وأضافت هيئة البث أن كما يبدو هناك تهديد مطروح على طاولة الحكومة من قبل غانتس وحزبه أنهم سيغادروا الحكومة إذا ما لم تكن أو لم يروا أن هناك تقدم في المفاوضات مع الطرف الفلسطيني. وأضافت مصادر هيئة البث أن هناك تهديد مصري بمنع دخول الشاحنات مع المعونات إلى غزة كرد فعل على استيلاء إسرائيل على معبر رفح. فالنتيجة لكل هذه الأمور أنه إسرائيل الآن تشعر بأنه البدائل الممكنة الآن
انقلصت تقلصت، وأنه من كل الجهات تطرح قيود على موقف الحكومة وبالفعل على رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ القرارات اللازمة الآن. سنتحدث عن هذه القرارات، ولكن كان سؤالي حول النقاط التي لم تتراجع عنها إسرائيل، ولكن سأنتقل الآن لسيد جمال قبل أن نعود إليك سيد يؤاف. من الناحية الفلسطينية، إذا انهار هذا التفاوض أو هكذا يقول الإسرائيليون على الأقل، في هذه الحالة بحسب اعتقادك ما أوراق حماس للتعامل مع هذا الوضع؟ أنا أعتقد أن حماس تعاملت بإيجابية طوال الفترة الماضية، ولكن يعني كان لديها موقف ثابت، وهو موقف يعني بات ينسجم مع رأي الكثيرين من المنخرطين في عملية يعني التفاوض أو البحث عن نقطة مهمة لوقف إطلاق النار. هذا الأمر أيضا يعني يتراكم حوله أغلبية داخل إسرائيل تقول بأن هذه الحرب وصلت إلى طريق مسدود ولا بد من وقف إطلاق النار. لا. الآن أنا أعتقد أن إسرائيل التي سعى نتنياهو في سياق يعني عملية التفاوض إلى دفع الأمور نحو الهاوية يعني من أجل إطالة أمد هذه الحرب، نعم باتت خياراته مقيدة. فهو من ناحية يعني يجد تهديدات واضحة من قبل الإدارة الأمريكية حول عملية واسعة النطاق في محافظة ومدينة رفح التي كما يعني يعلم الجميع يعني يقطنها الآن ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني بين مواطن ونازح، وأن أي تدخل يعني في إطار عملية عسكرية برية ستكون له يعني آثار كارثية على الوضع الإنساني. وأنا أعتقد أن الكرة الآن موجودة في الملعب الأمريكي. الولايات المتحدة يعني كانت على علم بتطورات المفاوضات التي وصلت إلى نقطة وافقت فيها حركة حماس ضمن يعني سياق ضمانات لأن يتحول أو تتحول الهدنة المستدامة إلى وقف دائم أو حتى وقف مستدام لإطلاق النار من أجل يعني وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية. وفي سبيل ذلك أنا أعتقد أن حركة حماس قدمت كل ما لديها، والسؤال المطروح هل سيقف العالم متفرجا على يعني ما يريد نتنياهو من أهداف استمرار هذه الحرب وهو الحفاظ على تحالفه الحكومي وبقائه في الحكومة. ردود الفعل الأمريكية والبدائل الأمريكية مهمة، ولكن ستناقش لاحقا. دائما في إطار أجواء التفاوض، والذي على ما يبدو هذا التفاوض انهار أو انتهى على الأقل بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي تنقل عن مسؤولين في إسرائيل أو في تل أبيب، وأنتقل للدكتور عماد، ما نعرفه بأن التفاوض كان في العاصمة المصرية القاهرة، وفد لحماس، وفد متوسط المستوى من إسرائيل، تناقشا بطريقة غير مباشرة بالتأكيد في الكثير من النقاط. أبرز نقطة مستجدة كانت رفح والسيطرة الإسرائيلية على رفح، ولكن في الأخير تناقش حتى حول هل هناك وقف نار دائم أو مستدام. ما الذي جرى في الساعات الأخيرة لتنهار هذه المفاوضات؟ يعني انهيار المفاوضات أستاذة سارة كان متوقعا لسبب بسيط للغاية، لأن نتنياهو أرسل وفدا متوسط المستوى، هو يفرض الأمر الواقع، هو يعني يمكن أن يشغل الجميع بمفاوضات، لكنه في نفس الوقت يتحرك على الأرض ويحقق المزيد من المكاسب من وجهة نظره. يعني اليوم والمفاوضات شغالة، كان معبر رفح مقفول والعلم الإسرائيلي مرفوع على الجانب الفلسطيني من المعبر، ومعبر كرم أبو سالم مغلق بعد العملية اللي عملتها حماس باستهداف 3 جنود إسرائيليين. لو سمحتي لي، أنا من وجهة نظري الشخصية أنه ما يجري كله إضاعة للوقت. إحنا يعني بنناقش قضايا تتعلق بوقف دائم ولا هدنة مستدامة، يعني بندخل في تفاصيل متعلقة بالمصطلحات، لكن على الأرض العمليات شغالة.
هو قال مش عملية كبرى لكن يمكن أن يبدأ بعمليات محدودة، وحضرتك كلنا متابعين عملية التحدي المعلنة لبايدن، وفي نفس الوقت لا ننسى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال أن احنا مختلفين مع الولايات المتحدة الأمريكية ودي من النوادر، وأن احنا هنواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة. أنا رأيي أن المفاوضات بتجري على مائدة خطأ، بمعنى أنه حماس يعني بتجري مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين للإفراج عن المحتجزين، نعم، وعدد من المساجين الفلسطينيين وهدنة مستدامة. إذن ما الشكل الأسلم للتفاوض؟ في إطلاق نار. أنا من وجهة نظري الشخصية الشكل الأسلم للتفاوض أن تبلغ حماس مصر بأنها لم تعد لها علاقة بإدارة القطاع، وأن الموضوع بات في يد منظمة التحرير، نعم، لكي تتولى المفاوضات. هذا الأمر يوقف العدوان أولا، ثانيا يبدأ التحرك باتجاه حكومة تكنوقراط، نبدأ التحرك باتجاه الورقة العربية بإعادة الإعمار ربع مليار دولار كل شهر، ونبدأ التحرك، نعم، في مفاوضات حل الدولتين. حماس قامت بكل ما قامت به من عمل عسكري، العمل العسكري يكون لخدمة مائدة المفاوضات، لخدمة الوضع على مائدة المفاوضات. حماس لن تكون طرفا في مائدة مفاوضات بموقف الجميع، أوروبيين وأمريكان وغيره، لن تكون هي الطرف. ولكن إسرائيل لا ترفض فقط بأن لا يكونوا أو تطلب بأن لا يكونوا طرفا في التفاوض، هي تطلب بأن تطلب القضاء على قادة حماس ومطاردة قادة حماس، وهذه نقطة أخرى كيف ستناقش بين الطرفين. أستاذة سارة، يعني أستاذة سارة لو سمحتي لي، نعم، إسرائيل تريد القضاء على قادة حماس، نعم، لا ما ممكن بضمانات معينة أمريكية وعربية ومصرية وقطرية أن يخرج الهيكل العسكري لحماس بشكل مؤقت، يمكن في لاحقا أن يشكل حزبا سياسيا كما شكل حزب الخلاص وخاض به انتخابات 2006. حماس دورها عسكري، والآن وقت التفاوض على المائدة. حماس ملهاش مكان. إسرائيل عايزة تقضي على حماس؟ مش هتقضي على حماس، هتقضي على حماس مقابل 100,000 شهيد تاني. لكن أنا بقول أنه يحصل اتفاق، الأمريكان المصريين يبلغوا والقطريين يبلغوا الأمريكان أن احنا وصلنا لاتفاق مع حماس على أن الهيكل العسكري الأعلى بتاعها يخرج القاهرة، يروح الدوحة، يروح أنقرة، وبالتالي المسؤول الآن حكومة تكنوقراط ومنظمة التحرير المعترف بها أنها الممثل الشرعي الوحيد. هنا يمكن أن تحقن الدماء وتبدأ المفاوضات. هذه يعني عايزين ننقل المربع من المائدة دي للمائدة دي اللي تبقى عليها منظمة التحرير. ليس نقلا سهل، على الأقل يحتاجون في البداية كفلسطينيين إلى توافق فلسطيني فلسطيني. هنا أنتقل السيد جمال في مسألة تغيير النقاش وتغيير التفاوض بين الإسرائيليين وبين حماس بطريقة غير مباشرة، أو هذه المفاوضات التي تجري، هل فعلا يمكن إدارة التفاوض بهذه الطريقة؟ يمكن أن ينقل ملف التفاوض من حماس إلى طرف آخر فلسطيني؟ يعني في الحقيقة ما يقال وكأن هذا الأمر لم يكن مطروحا. نعم، يعني ليسمح لي الأخ جاد، حركة حماس ومنذ أشهر طويلة تقدمت للمصريين بإطار يعني البحث عن سياق لوقف هذه الحرب، وقالت بأنها تؤيد إقامة حكومة وفاق وطني غير فصائلية، شريطة أن تكون توافقية، بمعنى، وأنا أعتقد أن هذا يعني مهم وضروري جدا، بمعنى أن يكون القرار السياسي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث لا يعقل أن يستمر الوضع الفلسطيني بهذه الطريقة. ثانيا أن تتشكل حكومة وفاق. ما جرى في الفترة الماضية أنه تم من قبل القيادة الفلسطينية إدارة الظهر لهاتين النقطتين الجوهريتين، وأنا أقول نعم أن مسألة عدم قبول حركة عدم القبول بحركة حماس في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، رغم البيانات التي صدرت في بكين وقبل ذلك في موسكو وحتى في سياق الحوارات التي جرى
صارت في القاهرة والجزائر والقاهرة والدوحة وغيرها. المسألة الأخرى يعني الحكومة التي شكلت قبل شهر أو شهرين هي حقيقة حكومة لا توافق، وهي أدارت الظهر إلى مسألة البحث يعني في هذه المسألة. أنا نعم أؤكد بأن حتى تكون المفاوضات فعالة دون إعفاء إسرائيل من العقبات التي تضعها أمام هذه المفاوضات. فالسؤال المطروح، هل إسرائيل إذا فاوضت منظمة التحرير بالطريقة التي فاوضت بها مسار أوسلو ستوقف هذه الحرب على قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن وحدة الموقف الفلسطيني هي في غاية الأهمية، وهي نقطة المركز التي كان يجب أن نمسك بها وأن لا نضيع فرصتها، ليس فقط لجهة وقف هذه الحرب فقط، بل لجهة الإعمار. والأهم من كلا الأمرين رغم أهميتهما هو أيضا الاستثمار السياسي للتحول الجاري في الرأي العام الدولي في مواجهة يعني ما تمارسه إسرائيل من تنكر لكل قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية بارتكابها جرائم الإبادة في قطاع غزة. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى القيادة الفلسطينية، لماذا أدارت الظهر إلى تشكيل حكومة وفاق وأن يكون هناك منظمة تحرير موسعة تشبه ما يعني ما معنا هناك قراءة مختلفة للوضع الحالي والحكومة الحالية تدير الملف السياسي. سيد جمال إذا سمحت لي نقطة واحدة فقط، نقطة باختصار شديد من فضلك سيد جمال، نقطة واحدة. نعم نقطة واحدة، لأنه فعلياً يعني المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع كل الثقة بالوسيطين المصري والقطري هي تجري بين يعني حكومة عنصرية هدفها القضاء على حركة حماس أو على قيادة حركة حماس وارتكاب المزيد من المجازر، وفي هذا السياق كأن المفاوضات تجري بين المجرم الذي يريد أن يقتل الطرف الآخر وبين يعني من يراد قتله. أنا أوافق، ولكن القرار الوطني يجب أن يكون شاملا، المسألة ليست شكلية بأن نستبدل طرفا بطرف. على العموم ذكرت يعني العديد من النقاط المهمة سيد جمال، سواء كان على طاولة المفاوضات. نعم أعذرني هنا على المقاطعة سيد جمال ودكتور عماد وسيد يؤاف شتيرن، تفضلوا بالبقاء معي، نحاول كذلك أن نعرف المشهد أكثر، ولكن هذه المرة من الناحية الإسرائيلية، أي تطورات جديدة متعلقة بعملية رفح وباجتماع مجلس الحرب الآن وبكل تطورات التفاوض من القدس؟ ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك. زياد لنبدأ سريعا من التطور السياسي بالتأكيد المرتبط برفح، اجتماع لمجلس الحرب، ما الذي نعرفه حول هذا الاجتماع؟ هل بدأ؟ ما المقرر أن يبحث فيه هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع بعد قليل سيركز أكثر على الأزمة المستجدة الآن مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتجميد تسليم إسرائيل ذخائر معينة تحتاجها. قبل قليل الناطق العسكري الإسرائيلي قال إن لدى إسرائيل ذخائر كافية لشن عملية في رفح، لكن الواضح بأنه في حال احتاجت إسرائيل إلى شن حرب متعددة الجبهات ليس لديها قدرة أن تفعل ذلك بدون الإمداد الأمريكي كما حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. هذه الأزمة تلقي بظلالها على قضية رفح وعلى قضية صفقة التبادل أيضا ربما بسببها بطبيعة الحال. الواضح طبعا قبل قليل الوزير جانتس حاول ربما امتصاص الأزمة، هاجم بن غفير وسموتريج على التصريحات غير المسؤولة التي وصفها ضد الرئيس بايدن. الواضح أيضا بأن غانس وأيزنكوت قد لا يعمرا كثيرا داخل الحكومة، قد يتركان الحكومة خلال وقت قريب بسبب هذه الأزمة. حاليا إسرائيل تقول أن عملية رفح مستمرة، لكن عملية محدودة حدودية في معبر رفح ليس أكثر من ذلك. صفقة التبادل الآن دخلت أزمة، تعثرت تماما، الوفود غادرت، وبطبيعة الحال الأمور تبدو الآن غاية في التعقيد. زياد تعثرت عند أي نقاط بالنسبة للإسرائيليين؟ صراع البقاء لنتنياهو. أعذرني على المقاطعة هنا، ولكن تعثرت عند أي نقاط بالنسبة إسرائيل؟ إسرائيل حاولت أولا أن تعزل ملف رفح عن صفقة التبادل، بمعنى أن لا يكون على طاولة المفاوضات أي التزام بإلغاء عملية رفح
كنتيجة للمفاوضات وللذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. الأمر الآخر طبعا هناك خلافان أساسيان ما زالا على حالهما، مسألة ما يسمى بالفيتو على أسماء الأسرى في السجون الإسرائيلية، حماس تريد أن تسمي هي، إسرائيل ترفض ذلك، وهذه هذا واحد من الأسباب التي انهارت المفاوضات عندها، بالإضافة إلى قضية تعريف وقف إطلاق النار. حماس تتحدث عن وقف إطلاق نار مستدام وضمانات أمريكية ومصرية ومن الوسطاء بإنهاء الحرب عمليا، إسرائيل ترفض هذا الموضوع. بعض المراقبين في إسرائيل يلفتون إلى أن كل الأطراف تدور حتى الدوخان الآن في دائرة الخلاف الذي سببه في إسرائيل هو خشية نتنياهو من مواجهة بن غفير وسموتريتش ورغبته في البقاء في الحكم، وهذا أدى إلى الآن أزمة مع الأمريكيين وتعثر في الصفقة وأمور أخرى. أمور أخرى أيزنكوت بن غاس مثل ما ذكرت ربما لن يعمر في هذه الحكومة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. إذن بعد متابعة كل التطورات من الناحية الإسرائيلية ما الذي يجري هناك وأبرز المواقف، نعود لهذا النقاش ومع السيد يوآف شتيرن الدكتور عماد والسيد جمال، ولكن لنبدأ من السيد يوآف شتيرن. هل صحيح أن نتنياهو مدفوعا بضغط سموتريتش وبن غفير أرسل وفدا للقاهرة ليفاوض ولكن ليس ليحصل على صفقة؟ هذا هو الاتهام ضد نتنياهو من المعارضة وربما الآن أيضا من غانتس وأيزنكوت، بحيث أنه المعارضة تقول أنه نتنياهو ليس معنيا بصفقة. لماذا؟ لأنه سموتريتش وبن غفير هددوا بأنه إذا تم الوصول والتوصل إلى صفقة فهم سيتركوا الحكومة مع أحزابهم، معنى ذلك الذهاب على الاعتماد المؤقت على المعارضة، لأنه هناك شبكة أمان من نتنياهو من المعارضة من لابيد وآخرين ربما، وذهب إلى انتخابات مبكرة. نتنياهو يفضل عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة خشية منه لنتائج هذه الانتخابات. نتنياهو رئيس وزراء فاشل على كل المستويات، والحكومة الحالية تمكنه من الاستمرار في أداء مهامه، وانتخابات مبكرة ستضمن عدم استمراره في الحياة السياسية، وهذا ما يريد نتنياهو. هل يثق نتنياهو في هذه المعارضة أن يرمي كل الأوراق بيد لابيد؟ نتنياهو ليس معنيا بأن تكون أي ورقة بيد لابيد، هو ليس معنيا بإقامة حكومة معه، ليس هناك ثقة بينهما، ليس هناك ثقة من أي طرف في المعارضة في زعامة نتنياهو. اندمام غانتس كان ليس بسبب وجود ثقة بين الاثنين، وإنما بسبب وضع الطوارئ، حالة الطوارئ التي كان موجودة في البلاد. ونتنياهو يعرف أنه ليس هناك أي بديل له في خارج الائتلاف الحالي. سيد أستاذ سارة، فقط للتعليق على ما قاله دكتور عماد جاد والأستاذ جمال، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست معنية بأي تفاوض مع الطرف الفلسطيني على حل مستقبلي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مثل ما اقترح دكتور عماد، وبحق ونفهم أنه أنا أفهم لماذا يقول ذلك، ولكن المشكلة أنه هناك الآن مفاوضات مع حماس، لأن حماس تحتجز بالمخطوفين، ولهذا السبب توصل الوفود إلى القاهرة وإلى الدوحة لمناقشة غير مباشرة مع حماس. ولكن إذا كان الأمور تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحكومة فلسطينية في غزة وعودة السلطة الفلسطينية، فساعتها ستنسحب هذه الحكومة التي لا تستطيع أن تناقش الطرف الفلسطيني، هي أصلا ليست معنية باعتراف بأن هناك شعب فلسطيني موحد. ونقطة أخيرة، إنه ما حدث في 7 أكتوبر قيمة الانقسام الفلسطيني، ومن سيكون صعب جدا حسب رأيي أن تتنازل حماس عن سيطرتها لصالح منظمة التحرير الآن بعد ما أثبتت أنها بوجهة نظرها قادرة على إيصال هذه الضربة إلى الطرف الإسرائيلي. أنا لا أرى إمكانية لأن يكون هناك نهاية للانقسام الفلسطيني، وهذا طبعا يخدم اليمين الإسرائيلي التي لا يريد أي مفاوضات.
ويرد عملية في رفح، والخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن تعتقد بأن عملية رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الأسرى وتضعف موقعها في العالم. هنا ننتقل للدكتور عماد، إذن هذا الخلاف وهذا التوتر الأمريكي الإسرائيلي إلى أي حد يمكن أن يستفاد منه، ويمكن أن يرتكز الوسيطان على واشنطن في الضغط في ضغط أكبر على إسرائيل؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أنقذت إسرائيل في أكثر من موقف. بريطانيا أولا من أول وعد بولفور وصولا لحرب 48، والولايات المتحدة الأمريكية سندت إسرائيل في 67 وفي 73. يعني الجيش المصري ضرب دبابات إسرائيلية في صحراء سيناء كان العداد بتاعها عامل حوالي 3-4 ميل، معناها أنها جاءت من الولايات المتحدة مباشرة إلى مطارات سيناء المحتلة في ذلك الوقت. يعني مهما كان الأمر لا يمكن لإسرائيل أن تدخل في صدام مستدام مع الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا لا تستطيع تعويض إسرائيل عن الأسلحة والذخائر الأمريكية، لذلك أتصور أن الحكومة الإسرائيلية مشغولة الآن بكيفية إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، بكيفية إرضاء إدارة بايدن، وهذا الأمر قد يساعد في ضبط عملية رفح، ضبطها تماما. هم كانوا يدعوا بأن السلاح يتم تهريبه عبر الأنفاق عبر معبر رفح، الآن هم على معبر رفح ويسيطرون عليه من الجانب الفلسطيني، فتنتهي حجة تهريب السلاح. النقطة الأساسية هنا هو من وجهة نظري الشخصية، أنا بالفعل كما قال السيد شتيرن أن إسرائيل مضطرة للتفاوض مع حماس من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن أنا كنت أود بكلامي أن ننتقل إلى مرحلة إضافية، مرحلة أخرى، لأنه هذه المفاوضات ستنتهي إلى إيه أستاذ سارة؟ لوقف إطلاق النار، قطاع مدمر محتاج 15 سنة عشان إعادة تعميره، وتظل حماس موجودة والمنظمة موجودة أو فتح والمنظمة والسلطة الوطنية موجودة في الضفة، وهيفضل هذا الانقسام موجود ولا يوجد حل. وخبرة التاريخ بتقول أن كلما مر وقت كلما اقتضم تم قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. فكلامي للسيد جمال، أرجوك يعني لا تعفوا نفسكم من المسؤولية، تم التوصل لتفاهم في العالمين ثم في موسكو ثم في بكين، والخدمة كما قال السيد شتيرن، الخدمة الكبرى التي تقدم لهذه الحكومة اليمينية هي استمرار هذا الانقسام. إذا كنتم غير قادرين على إنهاء الخلاف ما بين حماس وبين فتح وباقي الفصائل، فبالتالي ماذا يمكن أن يفعل أي طرف عربي أو أي طرف أوروبي؟ الكرة الآن بيدكم أنتم، أن تديروا المسألة مع حماس. هناك دكتور عماد، على ما يبدو يخطط شيء في الموقف العربي، يخطط شيء ما لغزة؟ وهذا سؤال سريع من فضلك، أو جواب سريع من فضلك سيد جمال. جون كيربي حينما يقول هناك بدائل عن عملية رفح وتشكيل هيكل حكم جديد، ربما هذا يتوافق مع حديث دكتور عماد منذ قليل. ما الذي فهم من حديث الأمريكيين عن هذا الهيكل الجديد للحكم؟ يعني أولا أنا يعني أريد أن أعقب على ما ذكر، يعني وكأن يعني المسألة تقنية أو المسألة بأن يعني مرة الأخ عماد يقول على حماس أن تخرج إلى الخارج، ومرة أن تسلم، ومرة أن أنا يعني يعلم ربما الدكتور عماد والمشاهدين أنني يعني شخصية سياسية مستقلة، وأنتمي إلى التيار الذي يطالب بوحدة الساحة الفلسطينية. وأنا أعتقد نعم أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا غاليا من هذا الانقسام، ولكن لنسمي الأمور بمسمياتها. يعني ما الذي يمنع القيادة الفلسطينية أن تبادر إلى ضم حركتي حماس والجهاد إلى قيادة منظمة التحرير في سياق رؤية قائمة على كما كان هو مطلوب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي؟ وثانيا ما الذي يمنع القيادة الفلسطينية أو منعها
يعني من تشكيل حكومة وفاق وطني غير فصائلية كانت قد دعت إليها كل القوى السياسية الفلسطينية بما في ذلك أجزاء واسعة من حركة فتح. أنا أعتقد أن يعني سياسة استرضاء العدو، سياسة استرضاء إسرائيل وصلت إلى نهايتها، وهي التي أودت في بما أودت إليه، بالإضافة للتعنت اليمين الإسرائيلي إلى تدمير عملية السلام. آن الأوان لأن يوحد الفلسطينيين. نعم، وأنا أقول نحن نتحمل المسؤولية دون أن أعفي أيا كان، سواء كانت الانحيازات الأمريكية والأوروبية أو الضعف العربي إزاء ما يجري في قطاع غزة أو ما جرى في إطار عملية السلام السابقة، بما في ذلك التلكؤ لإنهاء حالة الانقسام ووضع الأمور في نصابها. الإدارة التي تمت بما يخص حتى إنهاء عملية الانقسام لم تكن جادة وحازمة بما يكفي من أجل يعني ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. كان دائما ينظر ما الذي تقبل به إسرائيل أو ترفضه إسرائيل، في وقت أن إسرائيل إذا استمرينا في السياسة التي يدعو لها الأخ عماد بأن يخرجوا وأن يستبدلوا وأن يعملوا، أن الطلب القادم سيكون هو إخراج أبو مازن نفسه من رام الله، لأن الأطماع الإسرائيلية أساسا تتركز حول ضم الضفة الغربية. على العموم ليس مقترحا دكتور، لا يوجد أي بدائل. ربما يبحث البعض عن حلول واقعية في وقت هذه الحرب مستمرة. لا لا لا، هذه ليست حلول واقعية. الحل الواقعي الوحيد، الحل الواقعي الوحيد هو وحدة الموقف الفلسطيني. نعم، لو كان هناك حكومة وفاق فلسطيني للعبت دورا سياسيا، ولكنها غير موجودة. وإلى حين تحقق هذا الأمر ربما المسألة ستطول. واعذرني على المقاطعة، أشير إلى بعض الأخبار العاجلة. لن تطول. لماذا تطول المسألة بأيدينا؟ لماذا تطول؟ لماذا تطول إذا كانت إسرائيل متعنتة بالمفاوضات ولا تريد أن تطلق حربها؟ والإدارة الأمريكية التي تقول كانت بأيدي الفلسطينيين منذ سنوات، ولكن اعذرني فقط دعني أشير هذه الأخبار العاجلة من الخارجية الأمريكية والمتعلقة كذلك بالتفاوض. تقول الخارجية الأمريكية واشنطن تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تعديل مقترح حماس. إذن واشنطن تقول إنها تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تعديل هذا المقترح وتصفه بمقترح حماس. إذن كذلك واشنطن تواصل الحوار مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح بدلا عن عملية عسكرية كبيرة. وواشنطن أيضا تواصل العمل لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار. هذه تصريحات من الخارجية الأمريكية. إذن واشنطن تعمل على هذا المقترح، على نص اتفاق جديد، وعلى حديث مع الإسرائيليين حول وقف إطلاق النار وحول عملية محدودة بدلا من عملية كبيرة في رفح. شكرا جزيلا لكم جميعا. ممكن انتهى جملة الوقت. واحدة من فضلك باختصار. جملة واحدة. أنا رأيي أستاذة سارة أن ما قاله جون كيربي يمثل فرصة نموذجية للدول العربية للتواصل لتشكيل هيكل حكم داخل القطاع، ويمكن إطلاق عملية طويلة المدى من خلال الاشتباك الإيجابي مع ما قاله جون كيربي عندما يتوافق الفلسطينيون. شكرا جزيلا من القاهرة. كنت معنا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد، وكان معنا من حيفا المحلل السياسي يوآف شترن، ومن رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت. أعذرني. شكرا. وبرنامج أخبار ليلى مستمر في بعد الفاصل. هيومن رايتس ووتش تتهم الدعم السريع بشن حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليتة. بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟
شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. أهلا بكم من جديد. اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش قوات الدعم السريع ومسلحين متحالفين معها بشن هجمات في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، تسببت بمقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف في الفترة من إبريل حتى نوفمبر من العام الماضي 2023. وأكدت المنظمة الحقوقية أن تقريرها وثق استهداف الدعم السريع ومسلحين عرب متحالفين معها أحياء في الجنينة تقطنها أغلبية من عرقية المسلحين وارتكابهم لانتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهبة، كما شنت حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب وفق قولها. ومن لندن ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف أيوب عثمان نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع. السيد أيوب أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة. متهمون الآن من قبل منظمة هيومن رايتس واتش بشن إبادة عرقية أو إثنية، كيف تردون سريعا؟ فضلك. أهلا وسهلا أستاذة سارة، مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي قناة العربية الحدث. الحديث عن جرائم تطهير عرقي هو حديث لا أساس له من الصحة، ولأنه لم يستند إلى أدلة أو تقارير من لجنة تحقيق مستقلة، ولأن التقرير أيضا استند إلى معلومات من طرف واحد وهي أو من أطراف ممكن يكون غير محايدة وغير موثوق فيها. ونحن في قوات الدعم السريع طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة دولية، ونجدد أيضا الآن عبر شاشتكم استعدادنا للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، ونرحب بهم في ولاية غرب دارفور الجنينة. إن لم تحققوا أساسا، إذن على أي أساس نفيتم كل هذه التهم؟ نحن ننفي هذه التهم لأنني كما ذكرت لك بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، لأنها لم تستند إلى أدلة، لم تجروا تحقيقا في المنطقة. نحن دعونا إلى لجنة تحقيق مستقلة. نحن في ولاية غرب دارفور الوالي كرشوم هو قد أجرى لجنة تحقيق، كون لجنة تحقيق داخلية، ولكن لأنه هذه الجرائم هي جرائم خطيرة والأحداث هي أحداث متشابكة ومعقدة، والصراع هو صراع قديم متجدد، لذلك الأفضل أن تكون هنالك لجنة تحقيق مستقلة ليست من أي من أطراف الصراع، من أجل أن تكون نتائجها شفافة، ومن أجل أن يعترف بها ويلتزم بها كل الأطراف. نعم، على العموم هيومن رايتس واتش كانت بثت بعض الفيديوهات المتعلقة بهذه الاتهامات سيد أيوب، ولكن ما هي غيركم في الجنينة في دارفور؟ من الجهة التي يمكن أن تتهم ما عدا أنتم؟ أحداث الجنينة إذا أردنا أن نقرأها لا بد أن لا نقرأها بميزل عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل، وأيضا نريد أن نوضح بأن الأحداث في مدينة الجنينة هي عبارة عن صراع قديم متجذر يمتد إلى أكثر من 30 عاما،
وكان وراءه الجيش السوداني والاستخبارات العسكرية. ودعني أرجع أعود إليك قليلا للشرارة الأولى التي أدت إلى هذا الصراع الدموي العنيف في مدينة الجنينة، يرجع إلى أحداث جرت في منطقة تندلتي في اللي هي تقع في بالقرب من الجنينة، وتم فيها قتل 2 من القبائل العربية رجما بالحجارة، وكان متورط فيها أحد الضباط الذين ينتمون إلى التحالف السوداني الذي يتزعمه. نعم، ولكن سيد أيوب هذه المرة هناك فيديوهات، لا أعلم إن كنت تابعت على الأقل في حساب Human Rights Watch على منصة إكس، يمكن أن تتابع بعض الشهادات الصادمة صراحة والعنيفة أو التي تتحدث عن العنف الذي جرى، قتل الآلاف وتهجير نصف مليون في حملة تطهير عرقي على يد قوات الدعم السريع، كان هذا عنوان الفيديو. نعم، أنا أريد أن أوصل لك الفكرة لأنك لم تدعيني أكمل فكرتي، بأن هذه الأحداث هي الشرارة الأولى التي ذكرت لك، تم فيها قتل 2 من القبائل العربية في سوق تندلتي، وتم قتل طفل بالرصاص بإعدام كان مباشر في منطقة كوندبي تقع شمال الجنينة، ومن بعد ذلك المجموعات الموالية لكل الأطراف هي كانت متورطة في هذا الصراع، ولكن المجموعات العربية أو المجموعات المتحالفة مع القبائل العربية كما أيضا الأمر ينطبق على الميليشيات المتحالفة مع المساليد هي التي قامت بفعل انتقامي كرد فعل في إطار رد العدوان. وأنا كما ذكرت لك حتى التقرير أيضا ذكر وحمل الجيش وحمل الميليشيات المتحالفة معها ميليشيات المرحوم الوالي السابق خميس بكر مسؤولية قتل أبناء العرب ومهاجمة أحيائهم واستخدام الأسلحة المتفجرة واستخدام الدبابات. على العموم نحن نتحدث عن تقرير أخير من نحو 218 صفحة تحت عنوان لن يعود المساليت إلى ديارهم، التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة غرب دارفور السودان. نتحدث عن هذا التقرير الأخير وليس عن تقرير سابقة، إلى أي حد الآن تخشون من أن هذا التقرير سيؤثر على حدود التفاوض أو حدود الحوار السوداني الآن أو هذه الاتهامات بشكل عام واختصار شديد بفضلك؟ نعم، كما ذكرت لك بأن التقرير منشور على موقع قناة الشرق التي تحدثت بعنا منظمة Human Rights Watch اتهمت الجيش والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم. التقرير في صفحة المنظمة بالمناسبة، يعني نعم في صفحة المنظمة، لكن أقول لك قناة الشرق قد أشارت إلى هذه الجزئية وهي منشورة في صفحة قناة الشرق وهي مبذولة. أنت تتحدثي عن طرف واحد، لكن أنا أقول بأن شكرا جزيلا كثيرة وهذا الحديث. شكرا جزيلا لك من لندن أيوب عثمان النهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع، شكرا، السلام عليكم. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث.
تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته، تابع الحدث في مكانه وزمانه. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي نناقش فيه أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من تدهور محادثات القاهرة بشأن هدنة غزة وتبادل الأسرى والتصريحات الإسرائيلية بشأن عملية كبيرة في رفح رغم المعارضة الأمريكية، والعلاقات المتوترة بين تل أبيب وواشنطن بشأن تعليق صفقة الأسلحة، أخيرا الملف السوداني واتهام منظمات حقوقية للدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. أطراف الاتفاق المتعثر بشأن هدنة غزة غادر القاهرة مع استمرار النقاط الخلافية، حماس تتمسك بالورقة المصرية وتل أبيب ترفضها. مسؤول إسرائيلي يعلن فشل محادثات الهدنة مع حماس، ويؤكد المضي في عملية رفح والبيت الأبيض يشكك بنتائجها. هجوم إسرائيلي على بايدن بسبب تعليق شحنات الأسلحة، وزير الدفاع يقول إن تل أبيب لن تخضع والبيت الأبيض طمئن. ومنظمات حقوقية تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب دارفور، والأخيرة تنفي وتشكك. السلام عليكم. بتجميده لشحنة تضم آلاف القنابل وتحذيره من أنه قد يوقف أخرى، وجه الرئيس جو بايدن أكثر رسائله قوة حتى الآن إلى إسرائيل ومنتقده في الداخل، علما أن ثمة شكوك في إمكانية أن يؤثر هذا القرار على مجرى الحرب في غزة. وخلال مقابلة أجرتها مع شبكة CNN قال بايدن إنه إذا دخل الإسرائيليون إلى رفح فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت في السابق، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنه وجد نفسه مجبرا على تغيير موقفه بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مصر على المضي قدما في الهجوم على رفح جنوب القطاع، متحديا مطالبات بايدن العلنية بعدم شن عملية برية في المدينة التي نزح إليها أكثر من 1 مليون فلسطيني. قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يلاحقون بها الأماكن السكانية. لقد أوضحت لهم أنهم إذا دخلوا رفح وهم لم يدخلوا رفح بعد فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح وللتعامل مع المدن تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة، بينما سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يخص نظام القبة الحديدية وفيما يخص ردهم على الهجمات الأخيرة القادمة من الشرق الأوسط. لكن ما يحدث الآن خطأ، نحن لن نقوم بتوريد الأسلحة وقذائف المدفعية المستخدمة والتي استخدمت بالفعل.
من القاهرة ينضم إلينا عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة في المحكمة الجنائية. السيد عصام، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. إذن أسلحة أمريكية تستخدم من قبل الإسرائيليين، كان لديكم تقرير فيما يتعلق بهذا الأمر، نريد أن نعرف التفاصيل، ما الذي استخدم من الإسرائيليين فيما يتعلق بالأسلحة الأمريكية وكيف؟ يعني أولا حتى هذه اللحظة لا يمكن لنا أن نعلم بالضبط نوع الأسلحة المستخدمة، ولكن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من زود قوة الاحتلال بالأسلحة التي تسببت في هذا الموت والدمار والتقتيل في أوساط المدنيين في منطقة محمية بموجب قواعد القانون الدولي. والتاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر بالمناسبة، قبل ذلك وبعد ذلك الولايات المتحدة لطالما وفرت كل الأسلحة المطلوبة للاستمرار في العدوان، الجدار الذي أقيم على الأراضي الضفة الغربية، البوابات، الجرافات التي تستخدم في اقتلاع الأشجار في الضفة الغربية هي أسلحة، يعني تجهيزات أمريكية. وما يحدث في قطاع غزة، السلاح المستخدم سواء المسيرات سواء F-35 أو F-16 أو F-18 ثم الصواريخ المستخدمة والدفاعات كل ذلك هي أسلحة أمريكية. والسؤال أن الآن التحدث عن أن سوف يتم وقف شحنة للأسلحة على الرغم من أنه تطور مهم جدا، لكن ما استخدم في قتل المدنيين وفي دخول كل مدن قطاع غزة بدءا من الشمال مرورا بغزة ومستشفى الشفاء والمعمداني ثم مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى نصر في خان يونس، كلها تمت بأسلحة أمريكية من ألفها إلى يائها. وأنا أعتقد أن المشكلة، جذر المشكلة يكمن في أن دولة الاحتلال قامت بارتكاب مجازر بفعل هذه الأسلحة وبفعل توفير الغطاء السياسي والقانوني الذي شكل سببا في فهم ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. كلاكيت حدث في عام 2008، ثم كلاكيت ثاني مرة 2012 2014 2021 2023، ولما تنتهي الحكاية بعد هي الأسلحة الأمريكية. وأنا أعتقد أن هذه الأسلحة تشكل جريمة بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية، والولايات المتحدة جزء مما حدث للفلسطينيين وما زال يحدث لهم. ما حجم مسؤولية بدل أن تهدد واشنطن القانونية في هذه المسألة سيد عصام؟ هناك انخراط فعلي، يعني الأسلحة المستخدمة تسببت في قتل المدنيين، هذا مؤكد. يعني لا يمكن، الطائرات المستخدمة في قصف المدنيين وفي قصف الأعيان المدنية، مستشفيات ودور عبادة ومحطات صرف صحي ومحطات مياه ومنازل سكنية، 80% من مقدرات قطاع غزة منازل سكنية ومنشآت أخرى حيوية تم قصفها بالطائرات، وهي طائرات أمريكية في نهاية الأمر. والقذائف والصواريخ التي استخدمت في هذا المكان من العالم هي أيضا أمريكية، وبالتالي هناك مسؤولية قانونية مباشرة في جريمة الإبادة القائمة في الأراضي الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الموضوع، لا تقل عما تقوم به دولة الاحتلال. ومسؤولية الإبادة ليس فقط من يقوم بالتنفيذ، ولكن من يزود ومن يسهل ومن يوفر الغطاء. وبالتالي القانون الدولي يقول بأنه جريمة الحرب هي الجريمة الأخطر، يعني ومن يلاحق بها هو من أمر باقترافها ومن نفذها وحتى من تغاضى عن اقترافها. وبالتالي هناك مسؤولية كبرى، مسؤولية مشتركة، كون السلاح المستخدم. ولكن هل يمكن متابعة الإسرائيليين أو الأمريكيين مثلما تقول السيد عصام؟ نحن نتابع حتى في مسألة متابعة أو إصدار توقيف لمسؤولين إسرائيليين، هناك نواب جمهوريون يهددون الجنائية الدولية بفرض عقوبات. ليس بعد الكفر ذنب، هناك فجور في الوقاحة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع المؤسسات الكونية، مؤسسات العدالة، هي مؤسسات ارتضاها العالم المتحضر لنفسه، يعني بدءا من الأمم المتحدة ومؤسساتها ثم الوكالات المتخصصة ومحكمة العدل الدولية ثم محكمة الجنايات الدولية، هي نتاج الحرب العالمية الثانية وهي الضمانات لصيانة الأمن والسلم الدوليين كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بضمان عدم تكرار مشهد الجرائم والإبادة والتقتيل الذي حدث في الحرب العالمية الثانية. الآن المحكمة هي تلك الجهة المنوط بها ملاحقة من اقترف هذه الجرائم، ويتحدثون عن جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم العدوان وجريمة الإبادة الجماعية. تهديد المحكمة
على هذا النحو. وبالمناسبة سابق على تهديد المحكمة في وقتها الحالي، تم تهديد المدعي العام السابق السيدة فاتو بن سودة من قبل إدارة السيدة ترامب، والآن يتم تكرار هذا المشهد. أعتقد أن هناك تهديد الغرض الرئيس منه هو تقويض إرادة المحكمة وقدرتها على الاقتراب من موضوع العدالة المغيبة في ذلك المكان من العالم. الكلمة الأساسية والمفتاحية في الأراضي الفلسطينية هي المحاسبة. في غياب المحاسبة تم ارتكاب كل الخطايا والجرائم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة. وبالتالي المحكمة الآن للقيام بدورها، ونحن في انتظار إصدار مذكرات اعتقال لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم. المحكمة تأخرت في ذلك لأنه التحقيق قد فتح في فلسطين بقرار المحكمة في مارس 2021، وحتى هذه اللحظة لم تقترب العدالة ولو مليمتر واحد من الفلسطينيين. التلويح بناء على حقائق، لا يمكن للمحكمة الآن أن تصمت عما يحدث. نحن نتحدث عن قتل أطفال ونساء وتدمير مقدرات وأهوال وتوحش وإجرام غير مسبوق في تاريخ البشرية. المحكمة لا، إما الآن نحن أمام امتحان حقيقي. المحكمة وكل مؤسسات العدالة أمام امتحان حقيقي في امتحان الجدارة والمصداقية في قدرتها على الاقتراب من العدالة ومراحقة تلك هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ومن أمروا بارتكابها. شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة العاصمة المصرية عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية. شكرا. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل ستحقق أهدافها على الجبهتين الشمالية مع لبنان والجنوبية في غزة، متوعدا بالقضاء على حماس وتدمير حزب الله لتحقيق الأمن لإسرائيل. وأردف يوآف جالانت قائلا إنه لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، وهي رسالة لأعداء إسرائيل ولأصدقائها. على حد تعبير جالانت، احنا منوكل امرنا لله. كيف الوضع في رفح الان؟ والله هو صعب، يعني من امبارح من القصف هم قالوا لنا، انا من غزه، قالوا لنا اتوجهوا لرفح منطقه امنه، جابونا لرفح طلعت المنطقه ليس امنه، يعني اصبح احنا بلا مؤاخذه، يعني زي ما انت شايف البرج هذا قصفوه من الخلف، ويعني حسبنا الله ونعم الوكيل. صحيح صحيح، عشوائي عشوائي. وحتى كانوا في العودة، أنا رحت على العودة اللي مشوار هناك، قسما بالله البرج الكبير مهيلينه وكذا برج هناك. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي لنسان لمناقشة هذه التطورات. سيد إلي، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. الخارجية الأمريكية تقول أنها تواصل العمل مع إسرائيل بشأن بدائل في رفح، وأن عملية رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الأسرى، وستضعف كذلك إسرائيل وموقعها في العالم. هل سيأخذ الإسرائيليون ب تحذيرات الأمريكيين؟ نعلم الآن وما في حالة توتر، ولكن لاحقا هل يمكن أن يستمع الإسرائيليون إلى تحذيرات أو نصائح الأمريكيين فيما يتعلق بعملية رفح؟ مع كل الاحترام لنصائح الأمريكيين، كما سمعنا قبل قليل من تنبتتهم أقوال وزير الدفاع، وأيضا قبل قليل أفضى رئيس الوزراء بتصريح أن إسرائيل عاقدة العزم اجتياح رفح، حتى إذا هذا الأمر يؤدي إلى مواجهة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، أو بالأحرى بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة في إسرائيل. كلمة واحدة أنا أقول، أن مع كل الاحترام للولايات المتحدة، الولايات المتحدة أو كل الإدارات، إذا كانت أوباما بوش وغيره، لا يفهموا قواعد اللعب في منطقة الشرق الأوسط. أعطي أكم مثل. كارتر أدى إلى إسقاط الشاه في إيران بسبب حقوق الإنسان، وماذا رأينا؟ هل هناك حقوق الإنسان في إيران؟ ثم أوباما أسقط مبارك في مصر بسبب أيضا حقوق الإنسان، وبعدها رأينا المرسي في مصر. هو على العموم الشعب المصري من قام بهذا الأمر، ولكن إلى أين تريد أن تصل؟ لا أفهم. وصل إلى إيران ثم إلى مصر. نتحدث هنا عن إسرائيل وعن هذه العملية في رفح. نعم، الآن تصريحات بايدن بأنه يحذر إسرائيل إما اجتياح رفح إما فرض قيود
على تزويد إسرائيل بالأسلحة التي هي إسرائيل بحاجة إليها، هذا التصريح ليس موجه فقط لإسرائيل، هذا التصريح موجه لإيران، لحماس، لسنوار، للجهاد الإسلامي ولحزب الله. بمعنى أن الولايات المتحدة تركت إسرائيل وهي أكبر حليف للولايات المتحدة في شرق الأوسط. هذا الأمر يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة أكثر فأكثر. لا ترى واشنطن الصورة بالطريقة ذاتها، هي تقول إنها تتفق مع إسرائيل في مسألة كبح أو القضاء على حماس، ولكن لا تتفق في مسألة العملية العسكرية الكبرى في منطقة مكتظة مثل رفح، لهذا تطالب الإسرائيليين بعدم الذهاب لعملية كبيرة وتطالبهم بضمانات إنسانية وغيرها وبالذهاب جديا إلى التفاوض. ما هو الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ الخلاف ينصب حول سلامة السكان في مدينة رفح. وكان هناك حديث بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي بايدن، وكان هناك وعد، الحديث استمر أكثر من ساعة ونصف هذا الأسبوع، وكان هناك وعد من قبل نتنياهو بأن إسرائيل لا تجتاح رفح إلا بعد هجرة معظم السكان أو كل السكان من رفح إلى منطقة المواسي. الآن تصريح بايدن بهذا الموضوع قبل أن تتخذ إسرائيل أي إجراء، الدخول إلى منطقة معبر رفح، هذا ليس الدخول إلى هي بدأت المرحلة الأولى، وهذا ليس حديثي، هذا تصريح إسرائيلي. إسرائيل بدأت المرحلة الأولى من عملية رفح دون أن تقدم أي ضمانات إنسانية، هذا ما يقوله كذلك الأمريكيون. الآن مع كل الاحترام، الحرب لم تبدأ اليوم في رفح. أنا حتى في آخر الأخبار تم القضاء على أكثر من 50 من أنصار حركة حماس، وليس أي شخص من سكان رفح. ولذلك إسرائيل تنتظر حتى أن يتم هجرة معظم السكان من مدينة رفح ولا تجتاح. ولكن تصريح بايدن هذا ربما يؤدي، والآن الكابينت الحرب مجتمع، وثم الكابينت الموسع يجتمع في اتخاذ القرار حول ما يحدث بعد إعلان بايدن بهذا الموضوع. وما المتوقع؟ ما المتوقع سيد إلي في هذا الاجتماع؟ أنا أقول أن في الآن هناك محادثات بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة في عدة قنوات بهذا الموضوع، لكي يتراجع السيد بايدن عن تصريحه أنه لا يزود إسرائيل. بمعنى إذا لا يزود بايدن الأسلحة المطلوبة لإسرائيل، بمعنى أن الأسلحة، ويقول فقط أسلحة دفاعية، بمعنى أن كما رأينا قبل يومين أو يوم إطلاق أكثر من 30 صاروخ باتجاه مدينة ستيروت والتجمعات السكنية في جنوب إسرائيل، وإطلاق عشرات الصواريخ من قبل حزب الله على شمال إسرائيل، بمعنى إسرائيل تقف مكتوفة الأيدي ولا ترد على الهجوم الذي ينطلق من لبنان، من جنوب لبنان أو من قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل فقط تقوم بالدفاع عن نفسها، من منطلق أن بايدن يزود إسرائيل بالصواريخ المضادة للصواريخ، صواريخ القبة الحديدية. هذه أشياء غير معقولة. نعم، ولكن سيدي حتى توصيفك للأمر يختلف كثيرون معك في هذه المسألة. هل بالفعل إسرائيل بعملية في رفح تحمي نفسها، عملية في منطقة مكتظة سكانيا من المدنيين، هل هي بالفعل تحمي نفسها؟ على العموم في سؤالي الأخير من فضلك فيما يتعلق بصفقة الأسلحة مع الأمريكيين، يتحدث الإسرائيليون فعلا بأنهم قادرين على أن يذهبوا إلى عملية رفح وهناك أسلحة كافية، ولكن هل فعلا إسرائيل قادرة على الذهاب إلى عملية رفح
بالأسلحة المتوفرة، بعدد الجنود الممكن توفيرهم، ويمكن أن تذهب إلى حرب متعددة الجبهات؟ أولاً هناك حرب متعددة الجبهات، والكل يعلم أن هناك جبهة الحوثيين، هناك جبهة حزب الله، هناك جبهة في الضفة الغربية، هناك جبهة في من العراق الذي يطلق الصواريخ. نقصد حرب أقوى وليست توترات حدودية. جبهة من قطاع غزة. هناك فعلا هناك بإيحاء إيران، وإيران اليوم مصرة على تصريح بايدن لأن كل الجبهات مفتوحة. ثانيا كما سمعنا قبل قليل من وزير الدفاع وأيضا من الناطق بلسان جيش الدفاع، إسرائيل قادرة على تصنيع الأسلحة، والكل يعلم أن إسرائيل هي التي اخترعت القذائف الذكية، وهي أعطت الأفكار هذه الولايات المتحدة. اليوم الولايات المتحدة تأتي بعد أن إسرائيل قدمت الأفكار الذكية كيف تطور هذه الصواريخ. اليوم يأتي بايدن يقول أنا لا أزودكم بهذه الأسلحة، بمعنى أن كل أعداء إسرائيل اليوم يتطلعون على تصريح بايدن ويقولون بأن بايدن ترك إسرائيل لوحدها، واليوم نحن على استعداد لشن هجوم من كافة الجبهات ضد إسرائيل. أنا نقطة مهمة، قواعد اللعب التي تلعب فيها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط لا تطابق قواعد اللعب في منطقة الشرق الأوسط. فالشرق الأوسط كما يقال هذه حارة مجانين، والأفكار التي تمشي بها الولايات المتحدة لا تلائم بما يحدث في الشرق الأوسط. على العموم هذا ما تراه سيدي وما يراه نتنياهو واليمين المتطرف. نحاول أن نقرأ كذلك نحن الصورة من البداية. كنت معنا من القدس المحلل السياسي إلي نسان، شكرا جزيلا. لم يكن وحده وزير الدفاع الإسرائيلي الذي هاجم بايدن، وإن اختلف الأسلوب. نتنياهو نشر فيديو، إذا نتنياهو قال فيه إن إسرائيل مصممة ومتحدة على هزيمة عدوها، وإن كان عليها أن تقف وحدها فسوف تقف بالفعل وحدها. نحن على أعتاب عيد الاستقلال. في حرب الاستقلال قبل 76 عاما كنا قليلين، لم تكن لدينا أسلحة، وكان هناك حظر على الأسلحة على إسرائيل، ولكن بعظمة الروح والشجاعة والوحدة في داخلنا انتصرنا. اليوم نحن أقوى بكثير، نحن مصممون ومتحدون على هزيمة عدونا ومن يطلب أرواحنا. إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسوف نقف وحدنا. لقد قلت بالفعل إنه إذا اضطررنا إلى ذلك فسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة. إذن كان هذا من بين صفحات التوتر الأمريكي الإسرائيلي. وزير الأمن الإسرائيلي لاحقا إتمار بن كفير غرد بعبارة حماس تحب أو بايدن، حماس بايدن أو بايدن يحب حماس، في انتقاد واضح للرئيس الأمريكي جو بايدن. كتب كذلك عضو الكنيسة الإسرائيلي إتسك كرويزر تغريدة باللغة العربية شكرا بايدن. صحيفة نيويورك بوست عنونت على صورة تجمع نتنياهو وبايدن عبارة تمت خيانتك. إذن كانت هذه المواقف والتغريدات، لكن اللافت في تطورات هذه القصة أن قرار تعليق إرسال القنابل لإسرائيل اتخذ الأسبوع الماضي، وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن فيه مباشرة. مسؤول أمريكي قال لرويترز إن القرار الأمريكي اتخذ بسبب الخوف من الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل، والأثر الذي تسببه في مناطق حضرية كثيفة السكان. أشار إلى أن واشنطن رأت ذلك يحدث في أجزاء من قطاع غزة. أضاف كذلك المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية راجعت بدقة تسليم الأسلحة التي قد تستخدم في رفح. قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق إذن إرسال شحنة الأسلحة لإسرائيل تضم قنابل ثقيلة تستخدمها في حرب غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 34,000 فلسطيني حتى الآن. يأتي هذا التعليق في الوقت الذي واصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه
على مدينة رفح رغم اعتراضات الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفق مسؤولين أمريكيين فإن واشنطن أوقفت إرسال شحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة نحو طن، بالإضافة إلى 1700 قنبلة تزن الواحدة منها أكثر من ربع طن. قالت المصادر إن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل تتضمن ذخائر تحول القنابل الغبية إلى قنابل دقيقة، دقيقة التوجيه بالتأكيد، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر، وهي قنابل عبارة عن قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على نحو 113 كيلوغرام من المتفجرات. كانت هذه الشحنات جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت سابق وليس ضمن حزمة مساعدات إضافية جديدة في الآونة الأخيرة قيمتها نحو 95 مليار دولار أقرها الكونغرس الأمريكي في أبريل. لكن ما الضرر الذي قد تسببه القنابل التي تزن طن؟ القنابل الكبيرة مثل هذه القنبلة تأثيرها يمتد لمساحة كبيرة، لا سيما الضغط الناتج عن الانفجار والذي قد يؤدي لتمزيق الرئتين وتفجير تجاويف الجسد وقطع الأطراف على بعد مئات الأمتار من موقع الانفجار. إذن هذه طبيعة القنابل وطبيعة التوتر الإسرائيلي الأمريكي. ولنناقش هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن دكتور بنيامين فريدمان مدير إدارة السياسات في منظمة أولويات الدفاع. السيد فريدمان أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. دكتور بنيامين، إذن توتر أمريكي إسرائيلي متصاعد الآن، تهديد الأمريكي يبدو الأعلى شدة يتعلق فقط بتعليق شحنات أسلحة، هل نتوقع مواقف أقوى من الضغط الأمريكي أو من الإجراءات الأمريكية ضد إسرائيل الآن؟ أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن كانت قد أدلت بهذا التصريح علنا وعلى أمل أن هذا التصريح سوف يزيد من الضغوط التي فرضت من قبل الجمهوريين وحتى الديمقراطيين بمسألة التوقف عن تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل الذي مر عليه فترة طويلة من الزمن. أعتقد أن إدارة بايدن سوف تقوم باستخدام نفوذها بطريقة محدودة من أجل وقف العملية البرية في رفح، ولكنها لن تأخذ خطوات أكثر من ذلك فقط في وقف السلاح كليا عن إسرائيل. قد يكون هذا من قبيل التكتيكات التي تم انتقادها لأنها غير إنسانية من قبل إسرائيل والطريقة التي شنت بها الحرب بصورة كلية في غزة، وما أنفقناه من مبالغ تصل إلى 14 مليار دولار. أعتقد بأن هذه الضغوط قد تكون مجرد تكتيك لفترة قصيرة وتتعلق بصورة أساسية برفح. هل هذا يعني دكتور بنيامين بأن واشنطن تبالغ حينما تتحدث عن هذا القرار عن تعليق شحنة أسلحة؟ في الأخير هي شحنة واحدة وجرى الوصول إلى هذا القرار منذ أسبوع وليس بعد عملية رفح. أعتقد أن ما أقوله أن إدارة الرئيس بايدن سوف تستمر بهذا التهديد من أجل الشحنات السلاح التي يطلق عليها في مكتب في إدارتنا بأن إسرائيل قد تستخدمها للتهديد باستخدامها في رفح، ولكننا لن نقوم بوقف المساعدات. هذه الشحنة قد تكون جزءا صغيرا من الشحنات أو الأموال والأسلحة التي تقدم، فهذا لا يعني وقف عمليات الإمداد بصورة كلية. والرئيس بايدن قال بأن الولايات المتحدة سوف تستمر بتقديم الدعم للقبة النووية وكافة الأسلحة الدفاعية الأخرى التي قد يفترض أنه سوف يليها دعم مالي لإسرائيل أيضا. نعم، منذ قليل أو في بداية هذه الساعة من الأخبار الليلة كانت معنا شخصية حقوقية فلسطينية، عصام يونس، هو عضو لجنة وطنية فلسطينية ولكن تتابع مع المحكمة الجنائية. كان تحدث عن مسؤولية قانونية قبل حتى الأخلاقية، قانونية للأمريكيين بعد استخدام الإسرائيليين لهذه الأسلحة في جرائم
وصفها بإبادة جماعية وتحدث عن عمليات طالت المدنيين. في هذه الحالة هل تأخذ واشنطن بعين الاعتبار هذه المسألة في قراراتها أم أنها ربما إدارة بايدن مدفوعة بأمور أخرى وبتطورات أخرى، الطلاب والانتخابات؟ أتفق معك بأن هناك التزامات أخرى تملي علينا بعدم دعم الحرب واستمرارها في غزة، لكن لسوء الحظ الولايات المتحدة تقوم بتقديم كل هذا الدعم للحرب هناك. وجهة نظري مختلفة بالنسبة للحسابات السياسية التي تقدمها إدارة بايدن. أعتقد بأنهم غير مستعدين أن يمضوا أكثر مما فعلوه في منع إسرائيل من حصولها على الأسلحة والدعم، وعلى الأقل إعطائها الأجواء السياسية لمجابهة ترامب الذي كان قد وعد بأنه سوف يكون داعما قويا أكثر لإسرائيل. لسوء الطالع لا أعتقد أن الواجب الأخلاقي سوف يأخذنا إلى مسافات بعيدة. نعم، ربما المسألة الدكتور بنيامين، لا أعلم إن كنت تتفق مع وجهة النظر هذه، لا تتعلق فقط بالدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن الدعم، دعم إدارة بايدن لحكومة نتنياهو. بهذه التصريحات هل أنهت إدارة بايدن أي دعم لحكومة نتنياهو؟ هي تبحث الآن عن البديل الذي تتعامل معه؟ نعم، بمعنى ما أشرت إليه، أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن سوف تكون سعيدة إذا ما كان بيلي غانتس أو غيره ليصعد إلى سدة السلطة بدلا من نتنياهو، ولست متأكدا إذا ما كانت إدارة الرئيس بايدن تقوم باتخاذ الخطوات. ونعلم بمسألة الزيارة الأخيرة التي جاء بها غانتس إلى الولايات المتحدة دون موافقة نتنياهو، لكن إدارة الرئيس بايدن وفريقه يدركون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يكون له بدائل أفضل من حيث وجود شخصية تصغي السمع إلى الولايات المتحدة بشأن ليس فقط مسألة غزة بل دول الجوار، الأمر الذي لم يفعله نتنياهو وتسبب بزعزعة الاستقرار. لكن من غير المرجح أن نرى أن أي حكومة قد تحل الآن في ظل الحرب التي تدور حها هناك. نعم. لذا على إدارة الرئيس بايدن أن تشعر بالقلق حول مسألة تغيير النظام في إسرائيل في هذه الأوقات التي قد تأتي بنتائج أسوأ. نعم، وربما تطورات كذلك تؤكد ما تتحدث عنها الدكتور بنيامين. الإعلام الإسرائيلي يقول أن بنكفير سيطرح قرارا أمام الحكومة الإسرائيلية لمنع إدخال المساعدات لغزة من كل المعابر، عملية في رفح ومنع إدخال المساعدات، أو على الأقل مقترح لمنع إدخال المساعدات عن كل المعابر، والمساعدات كانت من النقاط الخلافية الأمريكية الإسرائيلية. إنما ذهبت إسرائيل فعلا إلى هذا الأمر أيضا، وعمليا لا تدخل المساعدات، ولكن إن ذهبت لقرار علني بعدم إدخال المساعدات، هل وصلنا إلى مرحلة تتطلب إجراء جديد أم سنبقى ضمن الإجراءات الأمريكية الحالية؟ نعم، أعتقد أن ما نراه الآن أو الحدود لتأثير الأمريكي، فهذا يدفعني أن أقول بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون أكثر شدة مع الحكومة الإسرائيلية من أجل حثها للامتثال مع طلبات الولايات المتحدة، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية. لكن حتى لو كانت الولايات المتحدة أكثر شدة مع إسرائيل، لكن من غير الواضح بأننا سوف نحصل على نتائج كما تروح لنا، لأن نتنياهو يرغب بأن يظهر مع هذا الرئيس الديمقراطي في مسائل قد تكون ذات نفع سياسي للطرفين، بمعنى أن أحدهم قد يقول بأنني أقف مع جو بايدن
الذي تغير وأظهر دعما لحماس. هذا قد لا يفلح مع نتنياهو أو مع هذه الحكومة التي تسعى جاهدة الآن لعدم فقدان الدعم الأمريكي. نعم دكتور بنيامين، سؤالي الأخير، هل يفهم الأمريكيون ما الذي يريده الإسرائيليون؟ تريد إسرائيل دائما دعما عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا من واشنطن، لكن حينما تطلب واشنطن وقف عملية عسكرية كبيرة في رقعة جغرافية ضيقة وتهدد الملايين من المدنيين، توصف الحكومة الأمريكية أو توصف إدارة بايدن بدعم حماس. هل يفهم الأمريكيون هذا الأمر وهذه المعادلة الإسرائيلية؟ كلا، أعتقد أن الشعب الأمريكي غير منخرط بهذه الشؤون الخارجية. حتى الناس على منصة تويتر وغيرها لا يتفهمون كيف تبدو العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، تميل إلى طرف واحد فقط منذ عقود من الزمن، بحيث يتم تقديم كل ما يرغبون به دون الاستماع إلى النصح. كنا قد سمعنا بن غفير الوزير الذي كان قد اتهم بدعم منظمات إرهابية في إسرائيل وما شنوه من عمليات قتل جماعية لأبرياء، وهذا هو الشخص الذي يقوم الآن بنشر تغريدة بأن بايدن يحب حماس أو حماس تحب بايدن. إنه متطرف، وهو كان قد اتهم بدعم منظمات إرهابية. إن وجود مثل هذا الشخص بوصفه في الصفوف الأمامية في الحكومة الإسرائيلية لنتنياهو سوف يغضب الكثير من الأمريكيين الذين لا حتى لو لا يدعمون بايدن، لأنهم يعرفون وكانوا قد أدركوا ما هي التداعيات بسبب وجود شخصية مثل هذا. نعم، ولكن هذه الاتهامات الدكتور بنيامين لم تصدر فقط من المسؤولين الإسرائيليين، ربما تابعت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي قال إن مواقف بايدن هي انحياز لحماس. هل هذا الملف يستغل انتخابيا الآن، وهل يمكن أن يستفيد ترامب منه في مقابل بايدن؟ بكل تأكيد الرئيس السابق ترامب والجمهوريون سوف يحاولون في حملاتهم الانتخابية من أجل إضعاف بايدن وإظهارهم بأنهم يقدمون الدعم لحماس. لا أعلم مدى نجاح هذه الحيلة في الحملة الانتخابية، وإذا ما كان الناس سوف ينصاعون لها، لكن من المؤكد أن إدارة الرئيس بايدن كانت تشعر بالقلق إزاء تباطؤها في فرض الضغوط على إسرائيل. أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن قد نفد صبرها من خلال الاختباء خلف أبواب موصدة والضغط على إسرائيل دون أن يقدم ذلك أي نفع بدلا من إجبارها بصورة علنية. شكرا جزيلا من واشنطن، كنت معنا الدكتور بنيامين فريدمان مدير إدارة السياسات في منظمة أولويات الدفاع. حالة من الهلع تلتها موجة نزوح لسكان حي الزيتون جنوب شرق غزة، وذلك بعد العملية العسكرية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة أمس، والتي استهدفت حوالي 25 هدفا وفق الجيش الإسرائيلي. أتواجد هنا في شارع صلاح الدين من منطقة الزيتون، هذه المنطقة التي تم اقتحامها وتوغلها من قبل آليات الجيش الإسرائيلي هذه الليلة بشكل مفاجئ. للمرة الرابعة على التوالي تقتحم وتتوغل آليات الجيش الإسرائيلي في منطقة الزيتون وتدمر عددا كبيرا من المنازل في هذه المنطقة، وتستهدف بشكل مكثف عدد من المنازل بالصواريخ الحربية، أكثر من 10 منازل تم استهدافها بالصواريخ الحربية وتسويتها بالأرض. القذائف المدفعية لم تتوقف منذ الليلة الماضية باستهداف الكثير من المنازل في شارع 8 ومنطقة محيط مسجد علي ومنطقة المصلبة في وسط منطقة الزيتون. حركة النزوح لم تتوقف من كافة المناطق الشرقية لمنطقة الزيتون ومدينة غزة، خوفا من أي استهدافات أخرى للسكان في منازلهم بعد أن عادوا إليها بعد الانسحاب الماضي خلال الشهر السابق. لكن هؤلاء السكان يحاولون البحث عن بعض الأمان بالخروج من مناطقهم ومن منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا في وسط مدينة غزة.
خطير جدا طبعا، يعني قذايف طول الليل و16 طول الليل، يعني قلنا مش حننجو، بس الحمد لله رب العالمين. ابو الرحيم توحين مش معروف نصحين، يعني في وجهه يعني انا عليها؟ تقريبا 12 مره نصحين تقريبا، نروح وبنرجع مدارس مستشفيات، طبعا هي فيش مستشفيات. نشير أيضا إلى أن منطقة الزيتون هي المنطقة المحاذية بشكل مباشر إلى الحاجز الأمني في دوار الكويت، هذه المنطقة التي يدخل منها المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة، حيث توقفت حركة الشاحنات وحركة المساعدات وتدفقها إلى مناطق الشمال بعد هذا الاقتحام وهذا التوغل. أيضا يتزامن هذا مع العملية العسكرية التي تشن في رفح ويتم من خلالها إغلاق معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، هذا كله يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين هنا في مناطق شمال قطاع غزة بعد توقف حركة المساعدات. أيضا نستمع الآن إلى حركة نشطة من طيران الاستطلاع الذي لا يكاد يتوقف ويحلق في هذه المنطقة بالتزامن مع هذه العملية، استهدافات متكررة في مناطق شمال قطاع غزة، كان آخرها هذا الاقتحام المفاجئ لمدينة الزيتون والمنطقة الزيتون، والذي لا يعرف حتى الآن ما هي أهدافه أو مغزاه. عبد القادر صباح من مدينة غزة لقناتي العربية والحدث. وبرنامج الأخبار ليلة مستمر في بعد الفاصل. القضاء اللبناني يدعي على شبكة دولية بقضية اغتصاب الأطفال من خلال تيك توك. أثار ذهول واستغراب. ما الذي أتى بالمهدي جمعة؟ كيف كان يتم اختيار رؤساء الوزراء؟ كان بالنسبة لرغبتهم، كان ما كانش طيب بالنسبة للبشق السبسي بعد تحت تأثير العائلة. كانت ثم مقولة معروفة لرشد الغنوشي، أمن والجيش غير مضمونين. بالنسبة لوزارة الداخلية تبين بالدليل والقاطع أنه ثم اختراق. اختراق من النهضة للداخلية، مصلحة السبسي كانت بالوصول إلى الرئاسة، ما كانت مصلحة رشد الغنوشي على الصعيد الشخصي وليس الحزبي بالمشاركة في الحكم. الدكتور محمد الطيب يوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة التونسي الأسبق. الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم من جديد. ما زالت قضية اغتصاب الأطفال في لبنان أو ما تعرف بعصابة تيك توك تشغل الساحة اللبنانية، فبحسب فرانس بريس دعا قاضي لبناني على 12 شخصا من شبكة دولية يشتبه بأنها أقدمت على استدراج قُصّر عبر الإنترنت وابتزتهم وبغرض اغتصابهم، وذلك عبر استخدام تطبيقات إلكترونية لا سيما تيك توك والدخول إليها عبر أسماء وهمية. في حين قال القضاء اللبناني إنه سيصدر مذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء وسيحيلها إلى مكتب الإنتربول، هذا ويشتبه بأن المطلوبين أقدموا على تأليف شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتبييض الأموال. وكان مصدر قضائي أكد لفرانس بريس مطلع الشهر الجاري أنه جرى حتى الآن التعرف على 28 شخصا من أفراد العصابة وتوقيف 6 منهم، في حين قال الأمن اللبناني إن من بين الموقوفين الستة 3 قُصّر ذائعي الصيت على تطبيق تيك توك من جنسيات لبنانية وسورية وتركية. We'll be right back.
بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي يوسف دياب. السيد يوسف أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. نريد أن نعرف في البداية آخر التفاصيل حول هذه القضية، حول المطلوبين. ما نعرفه بأن الشبكة ربما تجاوزت لبنان إلى دول أخرى كتركيا والسويد. طبيعة التحركات الرسمية إلى غاية الآن. مساء الخير. يعني طبعا الملف شهد اليوم تحول أساسي، هو انتقاله من التحقيق الأمني الذي كان يتولاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى التحقيق القضائي الذي وضع يده عليه قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي نقولة منصور. لا شك أنه اعتبارا من يوم غد الجمعة ستبدأ التحقيقات الاستنطاقية مع الموقوفين اللبنانيين، ويفترض أن تتكشف خيوط جديدة في ضوء ما يدلي بها هؤلاء المتهمون أمام قاضي التحقيق. المعلومات القضائية تقول بأن هذا الملف متشعب ومعقد، وسيأخذ وقتا طويلا لأن هناك تداخلات خارجية وعوامل داخلية وخارجية اشتركت مع هذه الشبكة في عملية استدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا واستغلالهم في عمليات التعاطي للمخدرات والإتجار بالمخدرات. وبالتالي كما تفضلت وقلت، نحن أمام عصابة إجرامية دورها يتخطى الحدود اللبنانية، وبالتالي التحقيق سيأخذ مزيد من الوقت، خصوصا وأن القضاء اللبناني يريد في المرحلة المقبلة أن يشرك الانتربول الدولي في هذه التحقيقات، وسيطلب من الانتربول توقيف الأشخاص الموجودين في دول أوروبية ودول عربية مثل يعني السويد، مثل سويسرا، مثل تركيا، مثل الإمارات العربية المتحدة. هناك معلومات أن شخص لبناني موجود فيها من المتهمين ومن الممولين لهذه الشبكة، وأعتقد أن الدول التي تحدثنا عنها أبدت تجاوبا للتعاون مع لبنان بما يخدم التحقيق ويؤدي إلى القبض على كل أفراد هذه المجموعة والرؤوس المدبرة للعمليات الإجرامية التي ارتكبتها. نعم، تحدثت عن الاستعانة بمكتب الانتربول وتوجيه كذلك مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم أو المتورطين في هذه الشبكة باعتبارهم من جنسيات أخرى لبنانية بالإضافة إلى جنسية أخرى بالتأكيد، أو يعيشون في دول أخرى. هذا التحرك ألا يخشى بأنه سيجعل القضية تطول؟ لا شك يعني أن القضية هي قضية لها أبعاد تتعدى الحدود اللبنانية، بمعنى أن الذين مولوا هذه الشبكة يقيمون خارج لبنان، وهؤلاء يعني صحيح أنهم موجودين خارج لبنان لكن كان لهم دور فاعل في عملية تمويل عملية الاستدراج للأطفال والاعتداء عليهم، وهؤلاء كانوا يستفيدون من الصور التي تؤخذ للأطفال سواء صور فيديو أو صور فوتوغراف أثناء عملية اغتصاب هؤلاء الأطفال وتصويرهم عراة وبيع هذه الصور لشبكات أخرى، وكان من يستفيد من هذه العمليات هم رؤوس الشبكة الذين يقيمون في الخارج. لذلك أعتقد يوسف أن هذا الملف بات له بعد دولي أكثر مما نعم في هذه المسألة ذات هل توضح الغرض الإجرامي من هذا الأمر، الاغتصاب أم الابتزاز وبيع الصور أم الجريمتين معا؟ ما الهدف الأساسي من هذه الشبكة أو من هذا الفعل الإجرامي؟ يعني تعرفين حضرتك أن الأطفال ربما يكونوا الحلقة الأضعف وربما الأداة الأكثر طوعا لاستخدامهم في هذه العملية. يعني بحسب المعلومات القضائية التي حصلنا عليها والتي كانت تشرف على التحقيقات، رؤوس العصابة أولا استدرجوا الأطفال، أقدموا على إعطائهم مخدرات ويعني غيبوهم عن الوعي، وحصلت عمليات الاغتصاب ثم عمليات التصوير. هذه المرحلة
كانت ممهدة للضغط على الأطفال ولاستغلالهم في عملية تعاطي مخدرات وفي عملية ترويج مخدرات، بمعنى أن رؤوس العصابة كانوا يستفيدون من هؤلاء الأطفال، يضغطون عليهم إما نفضحكم إما نعمم صوركم إما نخبر ذويكم عما حصل معكم وإما تقومون بما نطلبه منكم، وبالتالي هذه عملية إتجار بالبشر، إتجار بالطفولة على نحو خطير وغير مسبوق في لبنان. المعلومات القضائية تقول بأن الوضع النفسي والوضع الإنساني والوضع الصحي للأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب في هذه المرحلة هو وضع صعب للغاية، لأنه يحتاج إلى مراقبة طبية ومراقبة نفسية ومتابعة اجتماعية، لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى وقت طويل لتخطي هذه الأزمة النفسية التي وقعوا فيها. أيضا هناك يعني محاولة لمعرفة ما هي شبكات المخدرات التي يعمل لصالحها العصابة التي ورطت الأطفال في هذه الأعمال الإجرامية، وبالتالي نحن أمام عملية كبيرة ومعقدة، يفترض أن يكون هناك تعاون دولي مع لبنان، لأن أضرار هذه الشبكة أعتقد أنها لا تتوقف على الأراضي اللبنانية، ربما يكون لبنان مفتاح لنشاط هذه الشبكات خارج الأراضي اللبنانية. هذا يعني بين العدد أكبر بكثير من مجال الحديث عنها أعداد الأطفال الضحايا. نعم، هناك حديث يعني عن ما يزيد عن 45 طفل وقعوا، طفل وقاصر يعني دون 18 من عمرهم، وقعوا ضحايا هذه العمليات، عمليات الاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز ودفع الأطفال ليكونوا أداة لترويج المخدرات وللأعمال اللا أخلاقية. وللأسف الشديد أن رؤوس العصابات استخدمت بعض هؤلاء الأطفال ليكونوا أداة لتجنيد زملاء لهم أطفال آخرين إلى ملعب هذه العصابات للاعتداء، وهذا يفتح نقاش جديد في لبنان وحتى خارج لبنان للاستغلال الإجرامي لوسائل التواصل الاجتماعي. هناك حديث حتى اللبناني، كنت تابع تصريحات لجهات مدنية وحقوقية تطالب ربما بحظر بعض الوسائط أو الوسائل التواصل الاجتماعي كتيك توك. هل هذا نقاش جدي الآن في لبنان؟ أعتقد أن الأجهزة الأمنية بدأت اليوم تدرس خطواتها فيما خص ليس فقط حظر تطبيق مثل تيك توك، بل هناك أيضا يعني رقابة لتطبيقات أخرى مثل فيسبوك مثل إنستغرام مثل غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنه قبل كشف فضيحة الأطفال واغتصاب الأطفال هذه التطبيقات استخدمت حتى من العدو الإسرائيلي لتجنيد أشخاص عملوا لصالح إسرائيل. هذه التطبيقات أيضا استخدمتها عصابات لاستمالة أشخاص وخصوصا من السوريين لتجنيدها في عمليات عصابات سرقة السيارات وفي السطو المسلح وفي إتجار بالمخدرات. لذلك أنا أعتقد أن الدولة اللبنانية اليوم أمام امتحان أساسي لا يقف عند فقط تفكيك شبكة الإتجار بالأطفال والإتجار بالبشر والدعارة، بل أمام مسألة تحدي بما خص أمنها السيبراني وبما خص الأمن الذي يعود للمجتمع اللبناني والذي للأسف بات مكشوفا ومخروقا على مستوى واسع. شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت العاصمة اللبنانية الكاتب الصحفي يوسف حدياب، شكرا. إذن هذه الحلقة من الأخبار الليلة انتهت، كنا في متابعة لأبرز التطورات الأولى فلسطينيا، ثم ختمنا بهذا الملف اللبناني الاجتماعي. السلام عليكم.